أن المقصود الأصلي من كتب هذا العلم هي الأحاديث النبوية المرفوعة، لأنها التي لا يشك أحد في حجيتها، فإنها الوحي الثاني. وأما قول الصحابي ففيه خلاف معروف. آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هل تذكر في كتب أحاديث الأحكام؟ الجواب الله أعلم، أن ظاهر لقب هذا العلم إن صح تسميته علماً، علم أحاديث الأحكام، ظاهر لقب هذا العلم وهو كلمة أحاديث الأحكام، وظاهر صنيع المصنفين فيه أن مقصودهم خصوص الأحاديث النبوية المرفوعة، أي المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله أو تقريره. فإنهم لو أرادوا شمول هذه الكتب لآثار الصحابة رضوان الله عليهم لأوردوها في عامة الأبواب التي يذكرونها في كتبه، كتب أحاديث الأحكام، وذلك لكثرة المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مسائل الفقه، فلا يكاد يخلو باب فقهي إلا وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا يبعد أن من أسباب عدم ذكرهم أو عدم التوسع لذكرهم لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في كتب أحاديث الأحكام، لا يبعد أنه يكون مبنياً على مسألة حجية قول الصحابي، وهي مسألة مشهورة في أصول الفقه. أقول يعني لا يبعد هذا، ومع ذلك فقد يذكر بعض المصنفين في أحاديث الأحكام يذكر آثاراً يسيرة بالنسبة لغيرها، يعني هي قليلة بالنسبة لما يذكره من الأحاديث المرفوعة، فيذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأبواب. مثال ذلك أن شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله أورد في كتابه المحرر في الحديث بعض الآثار، ومنها أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر أيام خلافته: أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، أو كما قال رضي الله عنه. الأثر متفق عليه، وهذا مثال واحد، الغرض هو التمثيل، وإلا هناك أمثلة أخرى عنده وعند غيره. بل إن بعض المصنفين في أحاديث الأحكام صرح في مقدمة كتابه بأنه يذكر شيئاً من آثار الصحابة، إلا أنها كما قلنا هي قليلة بالنسبة لغيرها، هي قليلة بالنسبة للأحاديث المرفوعة، فعدم استكثارهم منها يدل على ما قلناه في أول الكلام من أن المقصود الأصلي من كتب هذا العلم هي الأحاديث النبوية المرفوعة، لأنها التي لا يشك أحد في حجيتها، فإنها الوحي الثاني. وأما قول الصحابي ففيه خلاف معروف في حجيته في كتب أصول الفقه.